صادر له على وثيقة فيها حوالي 55 بند بتعالج 3 محاور رئيسية والكثير من المحاور الفرعية. 3 محاور: محور سياسي، محور اقتصادي، محور أمني، محور حقوق إنسان. ولكن كمظلة عريضة جدا بتستهدف تثبيت وقف إطلاق النار. وهنا يأتي كان الدور الروسي التركي إن هم دعوا الأطراف لوقف إطلاق النار يوم 12 يناير أو يوم 8 يناير، دعوا الأطراف لوقف إطلاق النار وحددوا لهم كمقترح كتوصية يوم 12، ادوهم فترة يعني 3 4 أيام. وحدث وقف إطلاق النار بيتم خرقه، لكن ليس هدنة دائمة متفق عليها. فده وقف إطلاق النار عاوزين يثبتوه، عاوزين يحلوا التنظيمات الإرهابية أو التنظيمات الميليشيات، عاوزين يطلقوا عملية عسكرية في صورة تفاعل عسكري للوصول إلى تأسيس منظومة عسكرية جديدة، إنه يبقى في حكومة جديدة، يبقى في مفهوم جديد للمعالجة. وكلفوا المبعوث الأمم المتحدة بأنه يتحرك مع الأطراف، وأن الأطراف تسمي رجالات من العسكريين التابعين لها للتوصل إلى تفاهم لتثبيت وقف إطلاق نار، لأن يكون وقف إطلاق نار مستقر، أن يكون ممتد، يتبعه بدء العملية السياسية. والعالم الغربي هنا يهمني جدا أقول أن العالم الغربي والولايات والاتحاد الأوروبي أظهر اهتماما كبيرا للغاية بإنهاء هذا الوضع. تقولي طيب مصالحهم طبعا ولا مصالح الليبيين؟ لا صراحة لا لا، هي مصالحهم طبعا. مصالح يعني ايه؟ لما انت بيدوروا على البترول في الاخر؟ لا استنى، ما هي المسألة، البترول ده شق، لكن هي المسألة ايه؟ مسألة انه تركيا دخلت على خط الازمة وبتصرفات في الشرق المتوسط، بتصرفات في جنوب المتوسط بشكل يهدد مصالح أوروبية، مصالح غربية، ويهدد بأنه هذا النزاع الليبي يتحول إلى نزاع إقليمي. وأوروبا يهمها ألا يكون هناك نزاع إقليمي في وقت شهد فيه هذا الإقليم 9 سنوات من السواد ومن السقوط والقتل والخسائر والضياع. فالاتحاد الأوروبي قرر انه لا، حان